عزيزي المزارع، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارع محصول العنب مراعاتها خلال شهر يونيو، تمثلت في أهم العمليات: التخلص من الحشائش، فحص العناقيد التي قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه، التسميد، استخدام الأسمدة الورقية، وذلك كما يلي: 300 جرام من اليوريا مع 300 جرام من الحديد المخلبي و100 جرام من المنجنيز المخلبي و100 جرام من الزنك المخلبي على 600 لتر من الماء، ويضاف إليه 100 جرام من البوركس في حالة ري الأشجار من الترع، وتكرر الرش بعد شهر. وبالنسبة لبرنامج الري، في السنة الأولى 8 لتر في اليوم، في السنة الثانية 16 لتر في اليوم، في السنة الثالثة 24 إلى 28 لتر في اليوم، في السنة الرابعة 32 لتر في اليوم. وبالنسبة لبرنامج المكافحة، مقاومة البياض الدقيقي مع الرش الوقائي للبياض الزغبي، وذلك ب أوكسيكلور النحاس 300 جرام على 100 لتر من الماء، أو مانكوبر 150 جرام على 100 لتر من الماء، أو دياثين ميم 45 بتركيز 250 جرام على 100 لتر من الماء، أو كومابروب بتركيز 250 جرام على 100 لتر من الماء، أو كوسيد 101 بتركيز 250 جرام على 100 لتر من الماء، أو كوبرس محلي بتركيز 250 جرام على 100 لتر من الماء. ويتوجب متابعة مكافحة دود الثمار العنب ومكافحة كل من الجسد التريبس الأكاروس وعلاج جعل الخوخ بالطعم السام المكون من ردة وعسل أسود ولانيت، والذي يوضع في المسافات بين الخطوط وقريب من الأشجار. مع تحيات قطاع الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعد المادة العلمية معهد بحوث البساتين.